المرض مش سبب ان هو يدي شخص لجوء احنا ذكرنا في بدايه الحلقه ايه هي الاسباب اللي ممكن تخلي الشخص يحصل على صفه لاجئ امتى الشخص بناء على مرض وياخد لجوء مش لجوء زي ما ذكر الدكتور كلام ياخد حمايه مؤقته سنه لما يكون عنده مرض مزمن وفي بلده مفيش علاج ليه مفيش علاج ليه ونحن اغلب دولنا العربيه اغلبها بيكون فيها علاج بالنسبه للسوري اكبر خطر لما الشخص بيجي في البدايه ويا ده يكون في توعيه كتير للسوريين هو بيفكر اول ما يجي ويقول انا عيان او انا مصاب ده سبب يدوله لجوء بس ده بيكون شيء ضده ان هو يذكر انا مريض ليه لاني احنا اكتر شيء بنستند عليه ان هو يحصل اللجوء هو التجنيد للخدمه العسكريه او الـ 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 العمل. العمل او السياسي يعني تمام يعني. فدلوقتي هو لما يجي يقول انا مريض الجيش ما بيسحبش ناس مريضه للتجنيد م. فبالتالي هو بيكون عنده م. امكانيه ضعيفه ان هو يقدر يحصل لجوء فافضل ان هو ما سبب لا لا ابدا مش سبب لان الجيش بياخد الأصحاء اذا كان مرضى ما هو مريض اذا بيقول انا انا مريض مثلا ما بسمعش فازاي هيقدر يحصل على لجوء في النمسا بسبب الجيش ده صعب